بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين اللي وصل إلى هذه المرحلة، لأن من حوالي 7 سنين كانت وصلتني رسالة وبداخلها كتاب مثل هذا من دبي. إمارة دبي مذهبهم الرسمي الفقه المالكي، الإمام مالك، وكذلك مذهب المالكي هو المذهب الرسمي للبحرين، إمارة البحرين، وهو المذهب الرسمي لإمارة أبو ظبي. هذه الإمارة والكويت أيضا مذهب الرسمي للكويت. هذه الإمارات الأربع مذهبهم الرسمي المذهب المالكي، لكن دبي أنشط هذه الإمارات في تنشيط المذهب المالكي. عندهم معهد ديني عاملينه عشان المذهب المالكي، تدريس فقه المالكي، معهد ديني. طبعا هناك عندهم التعليم مكلف غيرنا، هناك عندهم العربية تروح للأولاد تجيبهم من البيوت لغاية المعهد، وبعدين ترجعهم من المعهد إلى بيوتهم. والأمير حقيقة الأمير حمدان هو القائم بهذه المهمة، بارك الله فيه إن شاء الله. بعدهم إمارة أبو ظبي، الشيخ زايد له نشاط كبير كبير في الفقه المالكي، طبع لنا كتاب شرح الصغير عدة مرات في مصر هنا، وآخرهم طبعة دار المعارف، وطبعة طبعة بعدها كده أيضا، وأيضا طبع مدونة الإمام مالك. أنا لي تعليق على مدونة الإمام مالك، طلعت في 12 مجلد هذه المدونة. فالمهم على أن يعني الإمارات سواء كان أبو ظبي أو دبي لهم اهتمام بالمذهب المالكي. فلما فكروا في هذا المشروع شرح أو الاستدلال على مسائل الفقه المالكي، اتخذوا هم عندهم لجنة مكونة من عدد من كبار الشيوخ، وخذوا القرار وبدأوا العمل، وحتى وصلوا إلى طبعة تجريبية جزء، فأرسلوا لي هذا الجزء من باب الاستعلام ومن باب يعني معرفة رأيي في الموضوع. فكان رأيي في خطاب شديد اللهجة لهم، اتركوا هذا الكتاب على ما هو عليه، لأن تصرفتم في تصرف لا يليق. هذا التراث وينبغي أن يكون التراث يحافظ عليه. ليه؟ لأنهم هم بدلوا في بعض العبارات والمداخل بتاعت الأبواب. فقال والله طيب، ردوا علي عندنا اجتماع، حضرتك احضر هذا الاجتماع وقول ما ترى. فحضرت أنا الاجتماع واتفقنا على أن إيه؟ أن الكتاب الأصلي يبقى كما هو بحروفه بأبوابه بكل حتى الرموز بتاعته، وبعدين يأتي موضوع الشرح من أسفل فيه تعليقات بالنسبة لتخريج الأحاديث. وبعض الأخوة الحقيقة أنك يعني ساعدوني في تثبيت هذا الرأي، وابتدت الماكينة تشتغل من حوالي 7 سنين. طبعا حصل فيه بعد 4 سنين إشكال بين الشيخ أحمد نور سيف اللي هو رئيس المشروع وبين أمير أبو ظبي، ألغيت على أثره دار النشر كلها بحالها بما فيها كتاب التدليل على الفقه المالكي. حاول الشيخ حمدان يعني بذل جهود كبيرة جدا حتى استطاعوا ينقذوا مشروع الكتاب منين؟ من المكتبة المنهارة دي، لأن المكتبة أضافوها لوزارة الأوقاف وأصبح لها مشروع مستقل، إدارة خاصة بها في دبي.
المشروع قسم على حوالي 21 أستاذ، للأسف يعني الأزهر لما فيه من كليات في الفقه كثيرة، كليات الدراسات الإسلامية. حاولت أننا الأول لما جابوا هم باحثين من المغرب ومن تونس ومن الجزائر ومن، ولم يأتوا بالأزهر. ليه؟ مصر اللي بتصدر الفقه الملكي من خلال معاهدها، من خلال كلياتها، ازاي؟ قال والله طب اتصرف انت. للاسف جبت انا خطابات واوراق وزعت على زملائنا في كليه الشريعه مدرسين ومعيدين، يعني للاسف كانت ردودهم سلبيه كلها، ما في واحد تحرك ولو بكلمه واحده. وبناء عليه خرجت الأزهر من هذه الدراسة ما عدا الفقير أحمد علي طهريان في لجنة الإشراف، في لجنة الإشراف. الحمد لله على أي حال، المهم الموضوع انتهى، لكن بعض الباحثين تأخر في انت إخراج الجزء بتاعه. خرج نصف الكتاب الآن بس إيه، من غير ترتيب، يعني المجلد بتاع الطهارة المجلد الأول، ثم المجلد الرابع تاع الزكاة، ثم المجلد السادس، يعني وهكذا. فإحنا منتظرين إن شاء الله خلال شهور قادمة يكتمل الإيه الكتاب بإذن الله تعالى. لكن إخواننا متعجلين، عايزين نستفيد ونستفيد، فقلنا نبدأ بالمجلد الأول منه وننتهي منه، يكون هم خلصوا بقية الإيه، خلصوا بقية الكتاب إن شاء الله. الشيخ الدردير معانا هذا العمل، لأن أنا لما أرسلتهم الخطاب شديد اللهجة رأيت في المنام الشيخ الدردير خارج من المدفن بتاعه واقف كده هو بيبص علي، وأنا بيننا مسافة بعيدة طبعا، لكن شايفه لبسه وزيه وخارج واقف على المدفن بتاعه بص علي. فأنا قمت يعني مستريح أنا من الرؤية بأن الكلام اللي أنا كتبته محل رضا من الشيخ، محل رضا من الشيخ. والحمد لله فعلا يعني كما أردت طلع الكتاب، كما أردت أنا، وكما أراد الله طبعا قبلنا، وكما أراد الشيخ الدردير وصاحب الكتاب. نعم. فاحنا عشان نستبارك نحن نقرأ المقدمة الأول، وبعدها الكتاب الشرح الصغير، ثم في واحد من أولادنا يقرأ الايه الشروع، الأدلة على الكتاب، على المسائل. يقول العبد الفقير، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول العبد الفقير: المنكسر الفؤاد من التقصير، أحمد ابن محمد ابن أحمد الدردير. الحمد لله مول النعم، والشكر له على ما خص منها وعم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه وأمته أشرف الأمم، وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل في مذهب الإمام أئمة دار التنزيل، اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه، مع تقييد ما أطلقه وضده للتسهيل، وسميته أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه علي حكيم رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ده المقدمة بتاعت الشيخ في أقرب المسالك. بعدها يأتي التعليق على من الشيخ الدردير برضه على المتن، ده المتن، ده متن الأقرب المسالك، تعليق الشيخ الدردير على هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على أفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، أما بعد، فهذا شرح لطيف على كتابنا المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. اختصرت فيه على بيان
معاني ألفاظه ليسهل فهمه على المبتدئين، وشرحه وقراءته لمن شاء بمشيئة رب العالمين. فأقول وبه أستعين، يقول العبد الفقير المنكسر الفؤاد من التقصير أحمد بن محمد بن أحمد دردير، وبعد أن هيشرح هذه الأقوال، القول المراد منه اللفظ الدال على معنى وضح له ذلك اللفظ وله في ثاني حال، فيشمل المجاز كأسد للرجل الشجاع. العبد المراد به المملوك لله تعالى، الفقير المحتاج إليه تعالى في جميع أحواله، المنكسر المراد منه الحزين، الفؤاد أي القلب، وإسناد الانكسار بمعنى الحزن إليه من باب المجاز. قوله من التقصير علة لانكسار فؤاده، والمراد به قلة العمل والتقوى. الشيخ بيقول عن نفسه يعني قلة العمل وإيه والتقوى، فهو كقول الشيخ رضي الله عنه، كقول الشيخ خليل، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى. يعني جاب عبارة الشيخ خليل مثلها. وأحمد بيان للعبد والدرير لقب اشتهر به كأبيه وجده بين الناس. وكان الوالد رحمه الله رجلا صالحا عالما متقنا للقرآن، فقد بصره في آخر عمره، فاشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله تعالى، فحفظ القرآن على يديه خلق كثير، وكان يعلم الفقراء حسبة لله تعالى، لا يأخذ منهم صرفة الأجر على القرآن ولا غيرها، بل ربما واساهم من عنده، وكان كثير السكوت لا يتكلم إلا نادرا، وورده في غالب أوقاته صلاة سيدي أحمد عبد السلام ابن مشيش رضي الله تعالى عنه. هذه الصلوات الشيخ الدردير دخل على والده يوما فوجد الحجرة منورة، ما فيش لا فيها لمضة ولا في كلوب ولا في حاجات اللي احنا كنا زمان يعني، فاندهش، ايه النور ده منين؟ النور ده منين؟ النور ده منين؟ قعد الشيخ يعني يتململ شوية عشان يصرفه، وأصر لازم يعرف الايه السر في هذه الأنوار اللي موجود فيها من غير مصباح ولا حاجة. فقال له هذه ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة سيد عبد السلام ابن مشيش في صلاة اللي احنا بنقراها كل ليلة جمعة. فالشيخ الدردير مسك مني الخيط وابتدى هو ايه يشتغل في هذه الصلوات، لغاية ما صار هو يعني صاحب صلوات مخصوصة من بين كل الخلفاء السابقين. وكان الوالد يبشرني في صغري بأن أكون عالما. مات رحمه الله شهيدا بالطاعون سنة 38 بعد 1100، وعمري نحو 10 سنين، وشوهدت له كرامات. الحمد لله مولى مول النعم، والشكر له على ما خص منها وعم. الحمد هو الوصف الجميل اختياريا أم لا، فعلا أم لا، على فعل جميل اختياري، وأنا بس عشان إيه مش عاوز أنا توسع في الشرح عشان الوقت، لأن احنا عندنا قراءة طويلة. والشكر ما دل على تعظيم المنعم لإنعامه من قول أو فعل أو اعتقاد، وشكر المنعم واجب بالشرع، والمولي المعطي، والنعم جمع نعمة بكسر النون بمعنى العطية الملائمة، منها لبيان لما والضمير عائد على النعم، فالمعنى على نعم خصها بنا أي قصرها علينا معاشر الأمة المحمدية من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة كثير من الأحكام التي جاء بها، وكذا النعم المخصوصة
بالشخص في ذاته كشكله ولونه وصورته التي يتميز بها عن غيره في جميع أحواله، فإنها من أعظم النعم. وقوله وعما، أي النعم التي تشملنا وغيرنا، كنعمة الوجود الشاملة لكل موجود، نعمة العقل والعلم والسامع والبصر وغير ذلك. ويشمل ذلك كله قول الشيخ والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. دائما لما تسأل الشيخ يقول لك الشيخ، قال الشيخ كما قال الشيخ، مراد منها الشيخ إيه؟ الشيخ خليل. أيوة. وإنما جعلنا المعنى على النعم التي خص بنا، ولم نجعله على النعم التي خصنا بها، ليكون العائد المحذوف ضمير نصب متصل وهو شائع لا شذوذ فيه، يعني أمور لغوية مش هنوقف عندها. والصلاة والسلام على النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه وأمته أشرف الأمم. جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، قصد بها طلب الصلاة والسلام على أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فإنه أفضل الأنبياء إجماعا، وأمته أي جماعته هم من آمن به إلى يوم القيامة، وكانوا أشرف الأمم لأنهم أتباعه، والتابع يشرف بشرف المتبوع. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. يجوز عطف الفعلية، الجملة الفعلية الإنشائية على الإسمية في اللغة، وهذه الجملة أعم متعلقة مما قبلها لشمولها النبي وآله وأصحابه، والكلام في الآل والصحب مشهور. وبعد، فهذا كتاب جليل اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل. الكلام في بعد واسم الإشارة مشهور، والكلام الكتاب اسم للنقوش الدالة على الألفاظ الموضوعة لمعانيها، وجليل نعت له ومعناها عظيم الشأن لما اشتمل على الأحكام النفيسة من سهولة الألفاظ وعزوبتها واختصارها اختصارا لا يخل بالمعاني. ومعنى اقتطفته أخذته وجمعته من معاني مختصر الإمام جليل أبو الضياء خليل بن إسحاق، كان مع وفور علمه من الأولياء العارفين بالله تعالى، كشيخه الإمام سيدي عبد الله المنوفي رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. يعني عاوز يقول أن الفاركة بتاعتنا مستمدة أيضا منين؟ من بركة شيخنا الشيخ عبد الله المنوفي اللي هو شيخ الشيخ إيه؟ خليل. على فكرة مشايخ، الشيخ عبد الله المنوفي أصله مغربي، أصله مغربي، ولكنه صاحب عددا من إخواننا سكان المنوفية أيام طلب العلم، فنسب إلى إيه؟ إلى المنوفي. طبعا هو على درجة عالية الشيخ خليل، بالرغم من علمه الذي واسع العالم كله. مدفون فين يا مشايخ الشيخ خليل؟ الشيخ جنب الشيخ عبد الله المنوفي والشيخ خليل، مدفون في جزء من جدار مقام الشيخ ايه؟ الشيخ عبد الله المنوفي. حضرتك كنت شايف كده اهو جزء من الجدار مقبرة الشيخ خليل. يعني بيعتبر نفسه ليس شيء بالنسبة لإيه؟ لشيخه، مع أن الدنيا كلها مختصر خليل مختصر خليل مختصر خليل. المغاربة كلهم بما فيهم التوانسة والجزائريين والليبيين يقول لك احنا خليليون، احنا ايه؟ خليليون. يعني نحن ماشيين على ايه؟ على مذهب خليل وعلى منحى خليل وعلى طريقة خليل في العلم. في مذهب إمام أئمة دار التنزيل، نعت المختصر المذكور أي الكائن ذلك المختصر في مذهب إمام أئمة دار التنزيل، وهي المدينة المنورة. والتنزيل القرآن العظيم، والمراد به مالك ابن أنس. وإذا كان إمام أئمة المدينة مع عظم شأنهم كان إماما لغيرهم بالأولى، فهو إمام أئمة لا بمجرد الدعوة
بل بشهادة العقل والنقل، يحكم بذلك كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ وهو شيء. ودي سهلة حضرتك أنت عشان تعرف الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة زار الإمام مالك وجلس مع بعض مدة طويلة، وأخذ الإمام أبو حنيفة مجموعة من روايات الإيه؟ الإمام مالك. كذلك الإمام الشافعي جلس الإمام مالك كتلميذ سنوات وسنوات وسنوات. الإمام أحمد بن حنبل تتلمذ على مين؟ على الشافعي. يعني كلمة إمام الأئمة ليست هي زي من باب الدعوة، إنما هي واقعة حقيقية، يعني حقيقية. نعم.